لابد أن نحذر كل الحذر من الفتوى. يعني لا تفتي في الإسلام. أنت لست بمفتي، لست بعالم. لا تتكلم بما لا تعرف. لا تناقش، لا تناظر. الذي لا تشك في 1% هذا علم الناس. أما تفتي تتكلم بما لا تعرف هذا كبيرة من كبائر الذنوب. إذا لابد نتعلم الدين حتى نعلم الناس الدين الصحيح، لأن عندنا مشكلة أن كثير من الناس نسأل العافية والسلامة يفتي يتكلم بما لا يعرف. أو يتناقش وهو ليس أهلا لهذا. هذه وظيفة العلماء، وظيفة المفتي. نشيل نزلة بني أي بنا مفتي بقطع فتوى.